مساء الخير لكل مشاهدي برنامج ستار جو نيو تي في. قبل كل شيء نمسي على سوزان، ها اول شيء. مساء الخير علي، شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. وثاني شيء نمسي على كل مشاهدي قناه يو تي في الاولى في برامجها وتنوعها وحتى بالدراما. أكيد طبعاً مساء الخير عليكم وعلى أحبابكم، وأهلاً وسهلاً بكم ببرنامجكم ستارز أون يو تي في، البرنامج الأسبوعي اللي دائماً يبحث لكم عن الجديد والمميز. وهسه خلونا نروح لأهم العناوين. غياب الجمهور عن السينما العراقية بين الأسباب والمسببات. ملتقى الإبداع يمنح جائزة الإبداع لنجوم الفن وسط احتفال كبير. سمر محمد، رحلة فن طويلة من الموصل إلى العاصمة بغداد. أنف وثلاثة عيون يحتفل بالعرض الخاص له في إحدى مولات القاهرة، وخلونا ننتقل للتفاصيل. من القاهرة، حيث احتفل صناع أنف وثلاثة عيون بالعرض الخاص إلى بإحدى مولات الشيخ زايد في القاهرة وسط حضور فني وإعلامي كبير جداً، وأكيد ستار جو نيو تي في كاميرتنا كانت موجودة. العمل هو نسخة جديدة برؤية جديدة، ربما تختلف عن النسخة القديمة اللي تقدمت عام 1972، وهي من تأليف الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. مراسلتنا دينا حسين حضرت لنا هذا التقرير. فكر في اللي مضايقك وتكلم عنه. بحب واحدة ما ينفعش أحبها. في المرة الواحدة امرأة واحدة. لا تكفي. أحسن أبو القدوس أوافق وأنا مغمض على طول. أنف وثلاثة عيون، احتفل صناع فيلم أنف وثلاثة عيون بالعرض الخاص إلى بأحد مولات منطقة الشيخ زايد في مصر، وكانت كاميرا ستارز أون يو تي في موجودة وحضر العرض صناع الفيلم بالإضافة لضيوف العرض الخاص. بداية اللقاءات كانت ويا المخرج أمير رمسيس، وحبينا نعرف شنو فرق المقارنة اللي ممكن يسجلها بعض الجمهور بهذا الفيلم وعن النسخة القديمة عام 1972. الحقيقة التخوف دايما موجود، بس كنت مراهن على الفيلم نفسه. مراهن أي حد هيبتدي يشوف الفيلم بعد أول خمس دقايق هيفقد هو نفسه المقارنات. احنا بنعمل عمل مختلف مربوط بالرواية الأصلية، بس دون نقل الرواية الأصلية كما هي أو حتى نقل الفيلم القديم. احنا بنحكي فصل غير محكي من الرواية. ايه أهم الاختلافات اللي بتقدمها عن الفيلم؟ ان احنا فيلمنا النهاردة عن الشخصية الموجودة في الرواية السابقة، ولكن الحديث عنها كان أقل مما ينبغي. شخصية هاشم، أعتقد إن في الستينات كان ما كناش محتاجين نفهم شخصية هاشم اللي بيقوم بيها ظافر العابدين كده. إحنا النهاردة المحرك بتاعي، السبب اللي عملنا عشان الفيلم، نحاول نعيد قراءة الشخصية دي. أنا تعودت أعمل اللي أنا عايزه وقت ما أنا عايزه. بقدم شخصية دكتورة عليا، هي طبيبة نفسية. شغلي كله كان مع ظافر، لأن هي بتحاول تساعده يخرج من أزمته النفسية ويفهم هو حاسس كده ليه، ويحلل ماضيه ويحلل ازماته دلوقتي ويوصل لمنطقه احسن في حياته. يعني ليه حاسس انك محتاج لثيرابيست؟ حلم. روايه كنتي بتقريها وبتتمني تجسدي شخصيه فيها، انت تعمليها سينما؟ لا، في روايات كتير، يعني مش هقدر احصر لك واحده، بس في روايات كتيره من ماركيز لدوستويفسكي، يعني في روايات كتيره بحبها جدا ونفسي انها تتعمل ونفسي ان انا ابقى بارت منها. كل ما احس نفسي مش مستريح باخد القرار. امراه واحده لا تكفي. لا تكفي، كفايه. مش عندك تخوف من المقارنة من العمل القديم؟ لا لا، لأنه عمل مختلف، عمل مناسب جدا للوضع الاجتماعي الآن، للعلاقاتنا الإنسانية، الكابلز الرومانسية، المشاكل اللي هي مختلفة عن ممكن من 30 40 50 سنة. يعني الفيلم مأخوذ من زاوية مختلفة، هو نفس الرواية لكن مطروح من زاوية مختلفة. فبالعكس انا حاسس انه فيلم هو اضافه وبيكمل الجزء الاولاني بطريقه مختلفه تماما. وشفنا اكو حماس من قبل الفنان نبيل علي ماهر اللي تحدث لنا عن مشاركته بالفيلم انف وثلاثه عيون. ايه قصه الاحسان ابو القدوس، اوافق وانا مغمض على طول، ومع مخرج شاطر جدا زي امير رمسيس انا تمام. امراه واحده تكفي. امراه واحده تكفي لو الراجل، يعني هو للاسف يعني لا. بس بعد لما يبقى فيه يعني حالات حب كويسه وتفاهم، الراجل بيتنازل عن بيقاوم الرغبه الشنيعه اللي عنده دي عشان ما يفقدش الحاجه الحلوه جدا اللي هي عنده في حاله، فتلاقيه يعني بيلم نفسه ويبقى محترم، بس هو مش دي طبيعته. قط ما ينفعش انها تاكل. مين القطه النينه دي؟
طبعا المخرج أمير رمسيس كان كل شجاع وجريء بإعادة إخراج هذا الفيلم برؤية عصرية مختلفة، وهذا كان عنده أكو تخوف عند الكل أنه بين النسختين، لأن عرفون الجمهور دائما يقارن ويبقى هو سيد الأحكام ويرجع يقول لا ولا ممكن يكون مثل النسخة الأولى. التركيز على الجانب النفسي من المخرج للبطل ظافر عابدين أحد أهم النقاط اللي اشتغل عليها المخرج، بحيث استعان بأطباء نفسيين بهذا الخصوص حتى المشاهد فعلا ينسى المقارنة وينغمس بمتابعة الأحداث. وبعدنا بالقاهرة، ملتقى الإبداع والتميز بحفلة سنوي يكرم عدد كل كبير من النجوم البارزين بأعمالهم المميزة اللي تركوا أثر كبير لدى صناع الفن والجمهور المتابع. وهاي السنة أيضاً كرم كوكبة كبيرة من صناع الفن والمبدعين بهذا المجال بحفل كبير حضره أهل الفن والإعلام والمهتمين بالإنتاج الفني. عدستنا كانت حاضرة وياكم هذا التقرير الحصري، خلونا نشوفه. كوكبة كبيرة من نجوم الفن في العالم العربي يكرمون في ملتقى التميز والإبداع العربي. أصداء الحمد لله أن أنا يعني من ضمن أصداء أن أنا النهاردة واقف قدام حضرتك النهاردة أهو بنسجل في سيرموني أو في إيفنت، يعني جاي أخد جايزة عن الدور ده، فده حاجة يعني بتقول أن في أصداء كويسة الحمد لله يعني. وبعد إعلان خطوبة مي فاروق والفنان محمد العمروسي كان أن اللقاء الأول عن استعدادهم للزواج والأعمال الجديدة. لا يعني هي زي ما بقولك شوية حفلات قريب كده، وبتمنى أن أنا أكون دايما عند حسن ظن الناس ويبقوا مبسوطين. أنا مش ناوي أمثل بصراحة، كان هو يغني أنا بمثل. والله يعني الحاجات دي كلها لسه سابقة، يعني لو في حاجة مناسبة أكيد هنجتمع. والفنان خالد الصاوي كشف لنا عن توقيعه لكتابين في معرض الكتاب بمصر وجديده في رمضان. عندي كتابين انا السنه دي، يعني من حسن حظ الحمد لله كرم من ربنا انه جالي تكريم من المركز القومي للمسرح، كرمني عن ايه؟ عن خالد المؤلف والخالد المؤلف والمخرج المسرحي، يعني السنوات من 89 ل 2004، فيعني احيا لي مرحله كانت ميته في حياتي الحمد لله. أما الفنان منذر رياحنا فكشف لنا عن تفاصيل مسلسلة المعلم مع مصطفى شعبان برمضان وكواليس فيلم المقبل عن فلسطين. يعني إحنا مهما قدمنا للقضية الفلسطينية مش هنقدم ما يقدمه الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة، مهما عملنا إحنا عاجزين عن الشكر للمقاومة، عاجزين عن شكر للشهداء، عاجزين وآسفين، ولكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله متفائل بالنصر وإن شاء الله نصر. رمضان 2024 المعلم أنا والأستاذ مصطفى شعبان. مسلسل المحارب تأليف الأستاذ محمد ساب بشير، إخراج الأستاذ شيرين عادل، إنتاج الأستاذ أحمد السبكي. مسلسل يعني حلو جدا، مكتوب بشكل حلو قوي، في كاست كبير جدا، مجموعة كبيرة جدا من النجوم، أستاذ أحمد زاهر، أستاذ ماجد المصري، أستاذ فاب شعيب طبعا، أستاذ نرمين الفقي، ناهد السباعي، محمود الليسي الممثل، في مجموعة كبيرة جدا من النجوم، مش عايز أنسى حد، حضرتك عارفة يعني الأعمال الدرامية فيها كاست كبير، مش عايز أنسى حد طبعا، في أساتذة كبير وكبار، والمسلسل يعني مكتوب بشكل حلو جدا والدور إنساني بشكل كبير ولمسني أنا شخصيا، لأن في حاجة مشتركة يعني أو في إحساس كبير أو في الشخصية قريب مني، فأنا يعني مستمتع جدا بالتجربة دي. وكشفت لنا الفنانة مي كساب عن أعمالها المقبلة وحقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة وسر رشاقتها وتفاصيل مسلسل العتاولة اللي راح تقدمه برمضان. ان شاء الله يعني القرار في ايد استاذ محمد سامي ومحمد رمضان وشركه الانتاج، فلسه بقى هنشوف ايه اللي هيحصل. ان شاء الله هكون في مسلسل العتاوله بشخصيه عيشه، وان شاء الله ربنا يكرمنا بيه باذن الله. اكيد مبسوطه بلبس بقى اللي انا عايزاه. شكرا. اما الفنانه بشرى صرحت عن تفاصيل العمل الجديد اللي يجمعها ويا فريق عمل فيلم اولاد حريم كريم وتفاصيل مسلسل جديد يعرض قبل رمضان. لا بص يا اولاد حريم كريم في مصر الوطن العربي كوم، وفي العراق كوم تاني خالص، لانه العراق هي تاني بلد من حيث الايراد ومن حيث نجاح الفيلم الحقيقة. فأنا حتى لما استلمت الجائزة في العراق المرة اللي فاتت وجهت شكر طبعا لجماهير العراق. فأولاد حريم كريم فيلم قريب لقلبي جدا كجزء أول كمشاهدة وكجزء تاني كمنتج وممثل في الفيلم.
يعني أغلب هذه المهرجانات والاحتفالات هي من خلالها راح نعرف أخبار الفن الجديدة على مستوى الدراما والموسيقى وحتى الغناء. لذلك شفنا وسمعنا بالتقرير أغلب مشاريع الأعمال القادمة اللي تم إنتاجها مؤخراً يا سوزان. خطوبة، على زواج، على استعداد الأعمال الجديدة، على توقيع كتب بمعارض الكتاب لفنانين معروفين. أكو حركة فنية وثقافية كبيرة مضافة لهاي التكريمات المهمة للمبدعين. وهسه من القاهرة خلونا ننتقل لبغداد. حكينا بتقرير سابق بحلقات سابقة ببرنامج ستارز أو نيو تي في عن الوجوه الشابة بالدراما العراقية، وبهذا التقرير الحلو اللي راح نشوفه راح نحكي عن فنانة عراقية طالما أمتعتنا بأدوارها بالسينما والمسلسلات والمسرح وما زالت مستمرة بعطائها وحضورها الجميل. سمر محمد القادمة من شمال العراق وتحديداً من الموصل عبر رحلة فنية محفوفة بالصعاب والعمل والعطاء، واللي أثبتت حضورها أكثر لما حطت الرحال ببغداد والتقفها المخرج الراحل كارلو هارتيون. خلونا نشوف هذا التقرير. المسافة بين محافظة الموصل وبغداد مسافة طويلة، وكانت بالفعل طويلة برحلة الفنانة الموصلية سمر محمد اللي اجت لبغداد حتى تكون احدى اهم الممثلات في الدراما العراقية. شغلك بهاي الدائرة تعب، والعمل يحطم رشاقتك وجمال وجهك، ثم انا محتاج لك. اجرينا وياها هذا الحوار، وكان اول اسئلتنا هي منو سمر محمد. سمر محمد إنسانة بسيطة، تحب ناسها، تحب أصدقائها، بيتها. أما عن مشوارها ورحلتها فكانت على مرحلتين مثل ما قالت. مشواري الفني بدأ مرتين، مرة بالموصل عن طريق الأستاذ شفاء العمري الله يرحمه، اللي هو أنا أعتبره أستاذي وصاحب الفضل علي. بالصدفة إحنا سكننا منطقة الصالحية اللي قريبة جدا على إذاعة وتلفزيون، وأني دا أمشي بالشارع شافني الأستاذ كارل هارتيون الله يرحمه، فقال لي أنت مو شايفش أني تعرضين مسرح بالموصل لو أني غلطان؟ قلت له إيه ملي أني. قال زين عندك استعداد تشتغلين تلفزيون؟ فقلت له أنطيه مجال أفكر. بعدين قلت له أوكي موافقة. كانت أول عمل إلي تلفزيوني الصنطور. وتحدثنا عن أهم أدوارها، لكن رفضت تذكر عمل دون آخر. والله هي هواي أدوار، يعني أنا ما أقدر أقول لك هذا العمل اللي بقى ببالي وهذا العمل اللي ما بقى وهذا نسيته، بس أكو أدوار قريبة من النفس. يعني مثلا تذكرك بأشياء بحياتك، تذكرك بأشياء أنت تمس يعني القلب، تمس الروح، فهذه الأعمال تبقى عالقة بالذهن. يعني يما يا حيدة، يما ما يقولون اللي موت موت زين وما يخلف، تخلف الملائكة يما، ما الملائكة ما تنسى حد، ما تنسى شهيد لو مظلوم. لكن أعطت ميولها العاطفي لمسلسل قميص من حلق الذيب اللي تمثل بيه دور أم تفقد ابنها. أنا أكو عمل قميص من حلق الذيب، كانت شخصية قريبة مني جدا، فمن لحد الآن من أتذكرها يعني تنزل الدمعة من عيني، لأنه بالمسلسل عندي ابني واحد ويموت، وأنا بحياتي كان عندي ابني يعني وتوفى، فكلش تمسني يعني، كانت كلش قريبة مني، يعني حتى من كنت أأديها كأنما آني. أما رأيها بالفنان العراقي فكان، شوف الفنان العراقي أنا أعتبره فنان مجتهد، وعندنا فنانين ممتازين جدا وحلوين جدا، لكنه إحنا ظروف البلد اللي مرت علينا خلت كثير من الأشياء تتغير. يعني إحنا كنا متقدمين دراميا بالثمانينات، كنا موازين سوريا ولبنان، وحتى بدينا يعني أفضل من أكو دول عربية، إحنا كنا أفضل من عندها، وبدينا أعمال مشتركة ويا دول عربية وحتى مصر، لكن ظروف البلد الحروب وهذه كلها أثرت على الفنان العراقي، أثرت على الدراما العراقية بشكل عام. بس أنت من تقول لي أقول لك إحنا عندنا فنانين مبدعين وأبطال ينافسون حتى الفنان العربي لو أخذوا فرصة. يعني شوف
فعلا الفنان اللي ما ينسى منو اللي دعمه، منو اللي ساهم بمسيرته الفنيه ويبقى ذكرى دائما. يعني القامه الكبيره القديره سمر محمد ذكرت انه المخرج الموصلي شفاء العمري هو اللي ساعدها، هو اللي انطاها يد العون حتى تستمر وتكون فعلا بصمه لها في الفن العراقي. وما ننسى انه هي فنانه ملتزمه، واتذكر قبل فتره دعت الحكومه العراقيه الى دعم الفنان العراقي حتى لا يقع فريسه لبعض المنتجين الجشعين اللي يستغلون حاجته الى الماده فيضطر انه يقبل باعمال هابطه فنيا والقبول باقل الاجور. وهسه يا علي خلينا من بغداد ننتقل لبيروت. الى بيروت نروح الى مدير تصوير كان قبل سابقا والان اصبح مخرج فيديو كليبات، هو مخرج لبناني فادي حداد اللي هو أخرج العديد من الكليبات لفنانين عراقيين وحتى عرب بطريقة ميزته عن باقي المخرجين العرب. المخرج فادي حداد اللي أخرج ليارا وديانا حداد ونجوى كرم ونانسي عجرم وفارس كرم والكبير كاظم الساهر وغيرهم الكثير. خلونا نشوف هذا التقرير عن فادي حداد. فادي حداد من أبرز مخرجي الفيديو كليب في الوطن العربي. حلو الفستان. يعتبر نفسه بمثابة الجندي المحارب لكن بكامرته، ورغم كل الظروف اللي مر بيها لبنان واصل عمله وبقى ببلده حتى يستمر بتقديمه للفن. يا زمان أخرج للعديد من نجوم الوطن العربي مثل كاظم الساهر، جورج وسوف، ديانا حداد، نجوى كرم وأسماء كثيرة أخرى، آخرهم كانت الفنانة جنات اللي أخرج لها كليبين منهم كان درامي أشبه بالفيلم القصير. وحدثنا شلون كان التعامل بيناتهم. لو ما بيسوق فيه ما بيجوا لعندي، ففي شغل من نتيجة ملايين عم يحضروا ممنوع الغلط، نتعاون لنطلع أحلى شيء. هي عندها فكرة أنا عندي فكرة، هي عندها أحساس ما بدي أكسر لها أحساسها، ببوزيشنز الكاميرا معين بتطلع أقوى، ففي حوار يعني من نتيجة اثنيناتنا بدنا مصلحة العمل. عملت شغل كتير حلو، تعبتها كتير سهر وشغل بس كليبين كتير حلوين كتير كتير. شنو هي مشاريع الجديدة ويمنه من الفنانين؟ عندنا كتير بإذن الله. عندك ياسمين علي من مصر، رامي صبري من مصر، عندنا من الأردن، عندنا من الجزائر، من المغرب، لا ما رح سميني بشوفون دغري فل كتر خير الله، عنا كثير اعمال تشوفونا على الشاشه قريبا ان شاء الله. كنت بحلم فزيت والحلم شي رجع. فادي حداد خص ستارز اون يو تي في بالحديث عن حبه للموسيقى العراقيه والفنانين العراقيين. ميراء حبيب قلبي، اهل العراق وناس العراق جمهور العراق، حتى اذا بتطلع انستغرام عندي الفولورز اكثريتهم من العراق ومن بغداد، الله يوفقهم هول حبايب قلبي لانه بحبوا الموسيقى وشعب ذواق جدا للموسيقى. مين بتحب تشتغل معه من العراق؟ أنا بحبهم كلهم العراقيين لأنه عندهم موسيقى خاصة فيهم، وهلأ ترند الموسيقى العراقية، وأنا بيربطني كتير بالنجم كاظم الساهر، يعني اشتغلنا له، الفنان الكبير ماجد المهندس، فتربطني فيهم كتير كتير صداقات، يعني صورت له كتير وبحب موسيقتهم. تسألني وشلونك وشلوني من مخرج، هو من مواليد 1974، حقيقة عنده نتاج كل كبير وأغاني المصورة كليباته حلوة، يدرسها دراسة يعني ستوري بورد حلو يقدمه للفنان وخصوصا للمشاهد. بالضبط، وعمل مع المنتج هولكوت زاهر وأنتج أغنية الفنانة ميادة حناوي وكاظم الساهر والكثير منهم أيضا. بعام 2007 أكمل الفنان بهاء خيون دراسته الأكاديمية وتخرج من أكاديمية الفنون الجميلة قسم التربية الفنية، وأصبح عضو بنقابة الفنانين العراقيين والفرقة الوطنية لدائرة السينما والمسرح، وشارك بأعمال مسرحية خارج العراق مثل الجزائر وتونس وفاز بعدة جوائز عربية، ثم شارك بمهرجانات خارجية مثل مصر والإمارات وفرنسا. فريق الإعداد أعد لنا هذا التقرير، خلونا نشوفه. إذا سمعت بيك مرة ثانية سكران أكسرها الرجلين. لا تخاف
ما حكيت لأي أحد. أشعلوها حرب اغتيالات للسياسيين والعسكريين ورجال الأمن حتى نأتي نحن بجيشنا. الفن رسالة تعكس صورة المجتمع وثقافته، خصوصاً بصدقها من ناحية الفنان، وهذا ما يعتمد الفنان حسب ما تحدث به بهاء خيون. الفن رسالة بالنسبة لي، يعني نشأت وتربيت ودرست على أنه الفن رسالة، فأي شخصية سواء كانت مسرح أو تلفزيون اشتغلت بيها كنت حريص أنه أكون صادق بيها، لدرجة أنه يمكن حتى باليوميات تكون معايا. حتى من إحنا بالعادة لما نخلص عمل آثار نفسية تبقى من هذا العمل ويانا بسبب قربنا من الشخصية، لأنه أن تكون صادق مع نفسك أعتقد راح يوصل للناس. ونتيجة صدق الفنان وتقمص الدور بشكل متقن وقابليته على إقناع المشاهد، يا ترى الأعمال الدرامية العراقية شون اللي حققتها خلال السنوات الماضية، وشلون يشوف تطور هذه الدراما؟ سنتين الأخيرة أكو تطور كبير صار عندنا على مستوى الدراما، كثرة الأعمال، فرزت عندنا ممثلين، فرزت عندنا مخرجين، فرزت عندنا كتاب. هذا بالنتيجة راح يفتح لنا باب أنه ننطلق عربيا بالفترة القادمة. وسؤالنا عن المسرح وأهميته وما يضيفه للفنان خلال مسيرته الفنية، فهل يعد أساس لفن التمثيل؟ أعتقد المسرح هو الركيزة الأهم لأي فنان، يعني سواء كان يشتغل تلفزيون بعدين أو يشتغل سينما، لأن المسرح هو الدعامة الأساسية لأي فنان. شلون يشوف ضرورة وجود الفنان عربيا من خلال العروض المسرحية أو المشاركات في الأعمال غير المحلية؟ كلش مهم كان لي أنه أكون ضمن تجارب مسرحية مع فنانين كبار في أكثر من مهرجان، سواء كان جزائر، مغرب، تونس. هذا بصراحة كان بالنسبة لي قوة على مستوى يعني الاختصاص، على مستوى المشاهدة، لأن تعرف إحنا كل ما تشوف أكثر، كل ما تختلط أكثر، كل ما ثقافتك ووعيك تكون أكبر أكيد يعني. فهذا أكيد خدمني هواي. يعني شخصية أبو خالد بليلة السقوط اللي هو كان والي الموصل، شخصية قاتل، قاتل محترف إلى درجة أنه هو بارد، يعني حتى ما يبين عليه لما يشوفون الناس بشكل طبيعي. أما مالك شخصية عراقية فاقد للأبوة لأنه ما عنده ولد، ويريد يكون عنده ولد لكن ما متحققت لها. حتى نأتي نحن بجيشنا لإكمال المهمة والنصر على الكافرين. رغم أنه شارك بأعمال درامية مهمة، إلا أنه يبقى المسرح عنده وعند أغلب الفنانين هو الأساس، ودائما الحنين يقوده للعمل بالمسرح. ونذكر أنه هذا الجميل الصديق بها خيون هو راح يكون أيضاً مشارك بمسلسل قصة. فعلاً يا علي، ونتمنى له كل التوفيق بمسلسل قصة. الحركة الدرامية المتسارعة بالعراق واللي جات تسترد عافيتها ومنافستها للدراما العربية ده تسلط لنا الأضواء على فنانين مهمين مثل بهاء خيون اللي هو أصلاً من عائلة جذورها فنية. مثل ما ذكرتي سوزان، فعلاً أكو شباب دخلوا الدراما العراقية واقتحموها، بس حلو اقتحام حلو مثل حضرتك شاركتي بقصة، وعندك مشاركة أيضا بعمل ثاني، وسابقا انتقام روح، وأتمنى لك كل التوفيق. بس أكو خبر للمشاهد، مشاهد ومشاهد برنامج ستارز أون تي في، سوزان هي اليوم آخر حلقة بهذا الموسم وياي وويانا في برنامج ستارز أون تي في. حقيقة يعز علي أن ودعك، لكن أنا أعرف عندك ضغط عمل وأنت لازم تفوكسين، لازم خلص تركزين على عملك، وإحنا نقدر هذا جهدك وعملك. أنت كنتي بحلقات قدمتي بستارز أون تي في حقيقة مثل النسمة. اليو تي في بيتنا وأنتوا عائلتي، فإن شاء الله يا رب تكون رحلة كانت خفيفة ولطيفة، وممكن مستقبلا من تكون اكو يعني فجعة. انا اوعدك بس يجي تقرير بسوزان راح اداريك. اوكي خلاص بعد. يعني انت راح تكونين هسه مشاهده لستارز أون تي في. اكيد طبعا، كل التوفيق لك. اجمعين يا رب. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا، غياب السينما العراقيه شيء محزن، وان كان البعض يقول انه حضورها متذبذب وماكو غياب تام، لكن بالنهايه المشاهد العراقي يلجا دائما للسينما العربيه حتى يرضي شغفه بمتابعته للسينما. هذا الحضور المتذبذب هو عباره عن افلام قصيره او افلام تنتج بالمهجر، والمشاهد العراقي نادرا ما يشوفها او تكون حاضره بالشاشات امامه، واغلبها تكون افلام للمشاركات الخارجيه. خلونا نشوف هذا التقرير عن السينما العراقيه.
السينما العراقية المتذبذبة بين حضور مخجل وغياب طويل يخلي المشاهد العراقي يتساءل وبحسرة ليش ماكو سينما عراقية. حملنا كاميرتنا وهموم غياب السينما العراقية وسألنا بعض المختصين، وكان أول حوارات ويا الدكتور حكمة البيضاني الأستاذ في كلية الفنون الجميلة، واللي قال عن السينما أنه هي تعاني السبات. السينما العراقية بدأت بمراحل مبكرة وهناك نتاجات مهمة، حاليا فقط هي تفتقد إلى شباك التذاكر. لو كان هناك شباك تذاكر ورواد للسينما العراقية لكان هناك سينما ناجحة على مستوى الإنتاج وعلى مستوى التنفيذ. وهناك أسباب أخرى طرحها الدكتور البيضاني اللي منها الإنتاج والإيرادات. متى ما توفر المال والإنتاج للسينما أعتقد راح يكون لها دور واضح ومؤثر في المواطن والشباك العراقي للسينما. وبعدها توجهنا للناقد السينمائي مهدي عباس اللي حدثنا عن بداية السينما العراقية المشتركة مع مصر. السينما العراقية بدأت بالأربعينات من خلال إنتاجات مشتركة مع مصر، لأنه كانت السينما المصرية هي المهيمنة على السوق العربي كله، فأنتجوا فيلمين بالتعاون بين جهات عراقية وجهات مصرية. الأول كان ابن الشرق عام 46 للمخرج إبراهيم حلمي، والثاني كان القاهرة بغداد عام 47 للمخرج أحمد بدر خان. بعد ذلك، بعد نجاح هاي الفيلمين، تم تأسيس استوديو بغداد في العراق. وشنو كان تأثير بغداد عاصمة الثقافة عام 2013 على السينما؟ أما قضية الإنتاج فهي متوقفة في بغداد وتعتمد على المهجر وإقليم كردستان. دائرة السينما والمسرح كانت مفلسة، ماكو دعم من الدولة، إلى أن جت عام 2013 وصارت بغداد عاصمة الثقافة العراقية العربية العفو، فتم إنتاج 37 فيلم من ضمنها 17 فيلم روائي طويل. ضيفنا الثالث كان الأكاديمي في قسم الفنون السينمائية الدكتور صباح الموسوي، واللي سألناه شلون تحصل على صناعة سينما عراقية. السينما لو نجي أنه العراق من الدول العربية السباقة في معرفة صناعة السينما، يعني منذ عام 1946 تقريبا احنا أسسنا البنى التحتية الحقيقية لصناعة السينما باستوديو بغداد، دخول القطاع الخاص، وبعدين استمر الستينات والسبعينات مساهمة الدولة القطاع العام وانتجنا افلام. مشكلتنا احنا انه عجلة الانتاج غير مستمرة، هذا التقطع بين فترة وفترة لم يستطع ان يبلور ملامح سينما عراقية. يعني من خلال هذا التقرير انا اشوف من حق المشاهد العراقي انه يتساءل وبحسرة عن هذا الغياب، وانا واحد منهم. يعني ليش احنا نلجأ دائما الى الافلام العربية او المنصات حتى نشاهد افلام مرتبة كذا؟ لا، احنا عندنا نتاج حلو مثل ما ذكرتي قبل التقرير سوزان، انه فعلا كعراقيين ساهموا ولو اوكي، يعني افلام قصيرة، افلام وانت يعني صار تم انتاجها خارج العراق بالمهجر مثل ما ذكرتي. هو صحيح يا علي، بس اكو اسباب مقنعه وبعضها غير مقنع، لكن احنا يبقى املنا بالشباب والجيل الجديد ونشاطهم ومهمتهم خاصه بالدراما والمسلسلات. وننتقل الى فقره الضيف ونستقبل احد ابطال مسلسل قصه الفنان علي فرحان. خلونا نشوف هذا الروبرتاج. ممثل عراقي بدأ مشوار الفني من دار الفنون للإنشاد والموسيقى، ومن ثم انتقل إلى الفنون الشعبية، وشارك في مهرجان الطفل العالمي في تركيا، وإلى مشاركات عديدة بعدة مهرجانات محلية ودولية. حصل على جائزة أفضل مدرب للفنون الشعبية في مهرجان الجزائر للشبيبة. عودان قلت العمت الصينية جيه. وشارك بعدها بالعديد من الأعمال الدرامية والكوميديا، وأشهرها بيت الطين وماضي يا ماضي، وشارك أيضا بالعديد من المسرحيات والأفلام. شنو بايعيني جايزين من عندي؟ ما رايديني بايقك بالليل، ساط عليك حاج عليك، شو مسوي لك أنا؟ الوعكة الصحية اللي مر بها أبعدتها عن الفن، لكن رجع بقوة هذا العام من خلال مسلسل قصة اللي راح تشوفوه برمضان على شاشة اليو تي في. ضيفنا بحلقة ستارز اون يو تي في الفنان علي فرحان. بعد ما شفنا الروبرتاج النجم علي فرحان صار موجود ويانا بالاستوديو ستارز اون يو تي في. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيكم. بالبداية
البقاء في حياتك. حياتكم باقية ورب إن شاء الله يحفظ كل أمهاتنا ويرحم الأموات ويكفيكم الشهر، وإن شاء الله ما نسمع خبر على أي صديقة أو أي شخص، لأن الأم عالم ثاني. وأتمنى من كل الناس إنه تدير بالها على أمهاته، يعني في ظل هالفترة الأخيرة اللي نسمعها اللي هذا اللي يشمر أمه بالشارع وهذا اللي يشمرها بدار العجزة والمسنين، أريد رب إن شاء الله يهديهم إن شاء الله. طبعا أستاذ علي فرحان، أول شيء الله يصبرك. شكرا. فقدان الأم يكسر الظهر. أي والله. بس أنا عبد أسألك، الهواي عالم توقعت أنه علي فرحان ما رح يقدر يكمل مسيرة شغله، وهواي عالم انصدمت أنه أنت استمريت بعملك. أيوة، تعرفت أثرت إعجاب الجميع، تعليقات يعني ما نقول مسيئة، لكن أنه يذكرون أنه شلون قدرت تتخطى وشلون عندك قلب وكذا. رب العالمين رزق الإنسان بنعمة اللي هي التخطي أولاً، لو كل شخص يعني يموت احنا أدينا اللي علينا، ويجوز أكثر الناس أغلب العراقيين شافوا مع العلم أنه هم أنا بهذا الموضوع أنا تعرضت لانتقادات أنه شلون أنت فنان وكذا وتبكي وتلطم وكذا، لهم عالم ثاني. هذه قوة علي فرحان أنه أنت ذكرت لما رجعت تصور مسلسل قصة مع الأستاذ مراد ترك، قلت أنه الحياة مستمر وكنا على هذا الطريق أستاذ علي. وهي كانت والدتي الله يرحمها تحب تشوفني ناجح، يعني حتى من نطلع في أماكن عامة تشوف الناس يباعون عليك، تقول لي الناس يباعون عليك سلم عليهم. هي في السماء وراح تشوف إبداعك ونجاحك. قصة، راح نرجع إلى تفاصيل قصة العصفور. أول مشاهد بين يعرف تفاصيل فلاح، تمام؟ أنا شريد من يمك، أريد تقول لي هل هذه قصة راح تكون قصة جديدة وانتقالة جديدة لعلي فرحان، وشنو موضوع فلاح، وهل هو متشابه مع علي فرحان فلاح؟ الحقيقة لا. طبعاً لا، شخصية فلاح هي شخصية يعني أغلب الفنانين من يعني يصرح على عمل يقول شخصيتي مركبة، لا، شخصية فلاح مركبة، ما تعرفه هل هو مجنون، هل هو عنده حس الإجرام، هل هو بس هو كل حالاته. احنا نشوف مثل شخصية فلاح بمجتمعاتنا هم مخلفات للحروب، مخلفات للجوع، مخلفات ل في بعض الأوقات الانفلات الأمني. فلاح هو شخصية مركبة كل شيء، في بعض الأحيان نشوفه حنون، المشهد الثاني نشوفه هو عنده حس الإجرام. ما بعد 2003 شفنا هواي من شخصية فلاح، نعم، الناس اللي معتاشين على أذية الآخرين. فشخصية فلاح اعتبرها بالنسبة لي 360 درجة انتقالة. أنا عندي الفنان لو ما عنده الإمكانية التراكمية، بس يجي الفنان عبارة عن تمثال، يجي الشخص اللي يوخر من عنده التراب واللي يطلعه بشكل اللائق. وأنا أعتبر شخصية فلاح مهمة بالنسبة لي، وهي امتداد لشخصيات أو أعمال اشتغلتها بالسابق بس ما أخذت صداها. العالم متعودة عليك بأدوار كوميدية مثل بيت الطين، ماضي، شلون راح تشوف تفاعلهم؟ راح يشوفوك بشخصية فلاح بقصة، يعني تراجيدية وكوميدية. الفنان بحد يعني هو نفسياً إنه لازم يكون عنده يعني الإمكانية ونكران ذات لكل شيء، يعني مو مخاطرة. لا مو طبعاً مو مخاطرة، لا هذا يعني أغلب الأعمال كنا قبل نقول إنه الممثل لازم يشتغل كل شيء حتى يصير له رصيد وتنسق موهبته. الآن إحنا يعني أخذنا خبرة ولو بسيطة، نقول يعني من نهول الموضوع، إحنا أخذنا خبرة بسيطة نقدر نستغل هاي الخبرة بالأعمال. فاللي جاي لازم تكون يعني موضوع اختيار، نختار بعد ماكو كم، نختار نوعية، لأنه في ظل الانتشار السريع للشخصيات كان صار من الممكن إنه أي شخص ينزل له فيديو على أحد برامج التواصل الاجتماعي وينتشر. لكن بالنسبة إنه يعني عندنا ناس يعني تحاسبنا وتعاتبنا على شيء مو بالمستوى. السينما حلوة. أي طبعاً جداً. وأنت مؤخراً شاركت في الجنائن المعلقة،
وهذا قبل تقريبا ايام مهرجان السينما العماني اللي صار مؤخرا في بغداد، هو شارك في مشارك الفيلم، موجود من ضمن الاعمال المشاركه، وحتى كان حضور عربي. ما كنت موجود بالمهرجان؟ لا. ليش؟ لانه علاقتك بجبار جودي مو تمام؟ لا لا صديقي دكتور أكيد. جبار كل انا يعني ما عندي مشكله وياي، حتى اللي عنده مشكله وياي يعني نوجه تحيه طبعا دكتور جبار جودي، بس احنا دائما نشاقس. اي لا لا، لكن هو مرت بالظروف وفاه الوالده فما قدرت احضر. السينما عالم اخر، الدراما لها لذه والسينما لها لذه اخرى، بس الفنان لازم يعني المفروض يعني لازم يشتغل سينما اكاديميا، يشتغل سينما لانه تبني عظم الممثل، يبني تبني سينما. صحيح. زين يعني علي فرحان بين الدراما والسينما والمسرح، يا هو المقرب اكثر لك اللي يعني كلهم مقربين اكيد، كل واحد له لذه، هسه انت قلت نكهته تختلف، بس الاقرب لك بصراحه الاكثر. مو هو يعني اذا افضل شيء عن الثاني يعني الفنان هو لازم كل هاي الاشياء مقربه ميولك يعني. الاكثر مسرحيه بس مسرحيا باختيار جديد، اختيار صح ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا بعد الوعكه الصحيه اللي مريت بها، الاصدقاء هنا نقيسهم، لانه وقوف مع الصديق هو واجب، خصوصا بالمحنه، وانت مريت بازمه صحيه حاده وقويه، وصلت الموت. اي موت. وصحه وسلامه دائما لك. اللي وقفت لك وياك من زملائك هي تمارا جمال، وجه لها تحيه. اي تمارا جمال حتى وبعض الزملاء. انا بخس حق الاخرين، لا لا هواي من الفنانين كل يعني تقريبا. شوف هو هي الحياه مواقف. بس الابرز 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 استاذ خضير ابو العباس، تمارا جمال، محمد السالم، تحياتنا لهم، مواقفهم، الفنان حاتم العراقي، زيد الحبيب، فهد نوري، عماد الريحاني، من الفنانين ماجد ياسين. بس هي ممكن احنا نقول لكن هي اكو مواقف شراره النداء كل الفنانين. انا اسف اذا نسيت اسمي. طبعا كل الناس يعني حتى من عامة الناس، حتى من الشخصيات الإعلامية والسياسية والرياضية، لأنه أنا أقول لك إذا أحكي قد تقول هذا يبالغ. لا الكل شفت ناس يعني ما كان أتوقع أنه أشوفهم بهكذا موقف. الحياة فلتر يعني من خلال المواقف والتجارب، أكو ناس تبقى وأكو ناس توقع. مع ذلك شكرا للجميع، شكرا للكل، إن شاء الله يا رب ما حد علي يخاف نسيت اسم يعني من اسماء متفضلين عليه، وربي يحفظ الجميع وما يشوفهم مكروه. حلو. زين فضول، شلون تلقيت خبر وفاتك؟ اوه هي من انا لا صدمه يعني صدمه للكل. انا بالاربع مستشفيات من عدل سفر يعني الى اربع او خمس دول، في مستشفى الكندي في بغداد هو خبر وفاتي. انا طيله هاي الفتره اللي مده اشهر انا لا فاتح كاميرا ويا اهلي، وش قد ما يقولوا لي نجيب اطفالك او زوجتك تجي تشوفهم ما اخليهم. فمن يجي هيك خبر وش وقت ينزلون الاخبار، الله يسامحهم ان شاء الله للبيجات يعني بعضهم ينزلون الخبر بالوحده بالثنتين بالليل. تكون نايمين العالم. العالم نايمين فتدري هذا قاعد الثاني وكذا وهيك ويصير اتصالات. صح. فيعني مرينا بلحظه رعب، كانت امي الله يرحمها يعني انا يعني بسبب مرثي امي يعني ما بقى قاعده صح خطيه العمر كله والله يرحم الوالده. رحله طويله لعلي فرحان من مسلسل جواهر الى قصه، هذه الرحله شلون كانت وشلون كان علي فرحان بهاي المحطات لوصول القصه؟ العمل الفني بالعراق متعب يعني بعيدا عن الماده، احنا يصورون اكثر الناس حتى بالتعليقات يقولون الفنانين وضعهم المادي تعبان. الوضع المادي يجي عن طريق الاحترام للفنان العراقي وعن طريق تقدير الفنان العراقي لمنجزه البسيط اللي منجز العمر هذا اللي فات يعني مع العلماني اقل يجوز من الفنانين تجربه، لكن من 97 الى الان يعني هم بيها تقريبا اقل 25 او اقل من 25 سنه.
فمتعب الفن بالعراق متعب، لكن اللذة الحلوة بالفن أو تحس نفسك أنت صاحب بصمة من الناس تقيم من إنجازك. ونتمنى أنهم الناس القائمين على الفن بالعراق، ونشوف في ظل الخطوات الجميلة من قبل سيد رئيس الوزراء، يعني هذا مو مجاملة، يعني حلو أنه هسه الأعمال والفنانين قاعد تشتغل. نتمنى أنه تبقى هذه الفترة تستمر. يعني هذا الموضوع تستمر موضوع الدراما، لكن مو كلها في سنة واحدة، يعني تبقى خارج موسم رمضان طبعاً. أستاذ علي فرحان شكراً لك، نورتنا، وشكراً لحضورك رغم الظرف اللي أنت بيه. تسلم. تحياتي لكم، شكراً لكل الناس، شكراً حضرتكم، شكراً لكل الكادر، يا رب يحفظكم ما يشوفكم مكروه، ومتألقين إن شاء الله في قصة. شكراً جزيلاً. شكراً لك. شكراً. مشاهدينا الأسبوع القادم بحلقة جديدة وأيضاً ضيف جديد. إلى اللقاء. إلى اللقاء.